ان مركي بيت المقدس مسلمين تايفورته بيت المقدس نك فورنا عيدا كاسنا نكلو عشرة المبشرين هو قاميني عبيدة بن الجراح يا عيدا مدوتي دبتنا قلدي مسيحيين تمشي جوكتي واحد الى هذين شرط يا فرها صلح بانو قلينا ساسانا لكل هشيرين لكن فرها وحن بانو دي بين امير المؤمنين كينو هاي ماضو ساقانو فراكور يشيرين هاي سيدي بو كصابح ابو عبيدة عمر بو الله اللو حدين مكي ساسا الى هذين دي هداد نوي من خريسا كالي عمرو صابح وعرب فيه بيت المقدس إنه لوريجو. نمشي أنا سقفرها لوديبو. معاهدة دي لقلينا سداسي أيكو هركش. وسأس على مركو ماشي إني روسو شري أيو حصامري لول دي لي يرب هلا يرب روبا مدنا. دبتنا دابدي وفشناين تعمر كده دقي. الله بدي كبودنا الله بحي. أيو الله بدي كبودنا هلكم قصاقات. نفكيسين سوه جامي. الله بدي نسك صار حصادي. أبو عبيدة يا عيد ما دي مسلمين ترقي سودا ويني يا كهر يمو أبو عبيدة وحولي عمرو ما تشعلن ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك حديثك حاكم وريني إن مقالة دتك دي ما دحد يديني كو أركان سيدان أدقو ننكن فايداني عقار دوبة كلها إن لغو أركو ما نشعلي بولي عمرو أريق يقول بصدق أديك عيدا أوه لو يقول هذا غيرك بيري أبو عبيدة وحنشعل الله مدى أنا أديك هين ونيدا أبو عبيدة أديك وكاحشوني أبو ليلى كوان عقابي لها أنك لو أنا أديك هيني إنه ياي مركا وكحم أبو ليلى لو غيرك قالها مدى أنا أديك هين موركا سكسوب أبو ليلى دبيت أنا عمر روح ودي بقول نقضي التاريخ دودي أبو عبيدة أبو أوجي لكن هو يرربون سقى أمير المؤمنين كوم وغدا أمير المؤمنين حق النركية هي بدأ ينمشى يمادو لكن عمر روح كليه وحنا هين إن كنا ذل قوم دد دل ليس بانو هين إلى هاي الدين تنبنو عزة يضدنا كقدر جيبولي مركانو عرب هين دل كي يجي شغري دد دل ليس بانو هين شرني لكن إلى هاي وحنو عزة ينو شرفي دين تتن هدانو كرا دي نبولي شرفتا ميلان دين تيادا هين إلهي وانا ذوليني إلهي دين بو نغو شرفي وحان دين هين هدانو شرف كرا دي نبولي ذولوبين محانو قدن لين محانو قدن لقفكو معتز بدينه إنو رميسنادو إنو حكم مقيينينا نو أغين بدبر كرا دوينا نو قيمة بدان كولا هين تسوحي كان سانيسا إنو دين تيس حوق وحجستو إلهي سوغو نبي محمد الله عليه الصلاة والسلام ومن ورائه سحابة الله لي وحليلي فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إلهي وحولي حجسو فاستمسك بالذي أوحي إليك وحي الوسو وحي يدي حجسو ويجد سحابات كسو أنت إبا إلهي لي جد قمم بات كتاك أنت نبي الله إبراهيم أي هجرودي سوغا إلا صعطة هوين ديسي سارة لورنجي سارينا كبار قرق بضم بيه ونبي إسحاق هو يدي إيهو هجردو دي وطا أيهو صابحين ميل بغر بغر هذا كميد وكتالي بغر آدو نقر ببوها قبر كاو كتالي قبر قرق بضم هدي لاركو هوين سيغلو جيا قبر كستو قرق بضم بغر قوين ولا سحلة وين لو جاي نبي إبراهيم وصفر هوين يدي سينا وطا هوين يدي سنا وقبر بروح بدر الصارة لا ينادو أي ماشي أي مادين دبتنا نبي إبراهيم ما قبر دلقة قاضي بغر قال لو جاي نبي إبراهيم بالله يادو حكوي دي من هذه التي معك وارتقوا لسعة محين نبي إبراهيم مو كعب صدو حيري أولا شيء دبتنا ولا سعود داني يدو يونيكانا نبي إبراهيم يدي بالله هذا وحقولي دوا ولا شيء ما حقولي أي بينني أبغى كستار رسولنا كان قاطع حقوله ولا شيء وأنا أكته يريد ما يشان يشوفنا ما أنت اللي بدأ إنه بواح مسلم يشوفه إنه هو ولا لا اتكلوا إنه لو ولا اللي مجرتو إيه هي بينني السيدة أتنا يالبولي أتنا ولا القيد
waa loo keenay. Markii loo keenay ayay tiri in yar isugu waa weysaysatay, dabeetana salaad bay tukatay, dabeetana ilaahay bay baratay. إلهي ما حكوا بريسا، اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي وفر ستعمير. هل هذا إلهي وهدانا ديك كل رمي ورسولك أجل رمي وفرجك يعني العشري منك يقموا يانا نعيدك لأولك إطابا، فلا تسلط علي هذا الكاف. لو قال كاهي ويبتلين وويسيستي واتكتي إلهي بي بريدي، إلهي وحكو بريسا إيمانها بالله وبرسولي وما انت يا الله يا رسول كي رميسي إيه نور سنيدين إني فرجي قادة نورتي وانا ينكي دمو ياني وقول قد عدك الأهر. إلهي قال كهي بي تحاول بيتي، قال كيبا صوحي مركو الصوحي النفتي سقوتي وقال بدو ده ayaa istiri waxay naftaka baxdana soo loodan maayay yada dishay ilaahay oo hayu dilimay tiri ilaa waxa baqaysaa duu dhintana in loo qabsado oo la yiraahdo yada dishay hadana ilaahay bay barido waxay tiri ilaa u kici oo soo kacay ahmaq buu ahaa imka soo hadana isku soo muuqay warbal yira subay tiri waa weysay sato waa tukatay salaad kale gashay mar labaad bay ilaahay bariday markay ilaahay bariday أنت اللي قال لك بريد هذا دم صوحة نفط مركي قوتي ويستوي ورا ترى والله مو قبصان دورة إلهي بي ويدي ستين وعيم وصوكع رواية غرقة وحيت الماء مرصد حاد بهذا ناس كدي إلهي بي هذا نبريد وامير بيرا وصوحة هذا إلهي بي بريدين عن لو قبصان أو فكع وفكع فصدحات كي مركو أركينا وحبو صور تقال حين أيوحو للشيطان مد بين نوكينا دبيتنا حاجرة نبي إسماعيل هو يدي أيو قدر وحو لتاسنا هكو شقيسا كحيسو نبي إبراهيم كان قادم ولولي باشغال هكو نغتين كحيسو وهاجرة نبي إسماعيل قبل هو يدي نغندو طا وانيكم بامركا سوسيي نبي الله إبراهيم حقا قال لنا النبي إبراهيم بيوتيما وهو قائم يصلي سنسيكو التاقن وإلهي بريئي إيانا وي تاقن إيدو إلهي بي بريئيسي إسن حقا قالوا تاقن يصلاة تاقن وربك بريئي إن إلهي هو أنت سووا بدبادي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سيكو دقال كتيرو يهودا دقال لما يان غزوة خيبر دقال دقوها قال عاديه إني ما كان ولا فرن كريواي دور مال موت بعد دقائق السعودية اللي سكسون نقطني مالتي دمونا بقولي ساكة وحن رأي ضع على كمسلمين توحن ودي بيا نين إلهي وشعل يا إلهي رسولك وشعل يا نسنا شعل دبتنا علي بن أبي طالب الله ويره علي بكورة بكو بعضي وبكورة سين بعلي ما يو وبكورة سين بليلي ويره بيوري على خطف يو دعائي على إنه في ويره هذا dabatan calan ka loo dhiibay calanku waa hoggaaminti jarankii ciidanka laga dhigay afka inuu maad ku hadalo ciidanka inuu ka haysto ayaa loo dhiibay haddaad gaalays haysaan oo aad dagaal dhowr maalmood hore ku wada jirteen oo waxid ugu kala dhinteen oo goobtaas ku haysaan oo ninka dagaalka gelinaysa maxaad kula dardaarmi lahayd halgay abaday naga aqalayna inaad ku dardaar milahay nimanka xubadha ka siideen sidii aad u qaban karto iyo dhadhan si qadheedkaaga inaad oran lahayd laakiin nabi maxamed taa kulama dardaarmay wuxuu ku yiri islaamnimo weird ko nimankaas waa yahuud walaasay wala dagaalasay hadana khayr baa la rabaa way qofka muslimka asalka ba dadka khayr uu la rabaa asalka ba dadka khayr uu la rabaa gaalnimada inay ku dhintaan faa'iido kuuma laha inaad gaal ka dhigto dabeetana laysa faa'iido kuuma laha waxa kaaga khayr badan inay islaamaan oo islaamnimo ku dhintaan dabeetana nabigu wuxuu ku yiri fa wallahi
لأن يهديك الله بك رجلا واحدا خير لك ما أن يكون لك حمر النعم. إلهي ما قلنا أرتيب النبي قولي عليه الصلاة والسلام إلهي إنو قعنت أدقو هنون يهلننا تتكادر أي سيستان متقول إنو كاسو الرعو أيا كاغ في عن أو كاغ خير بدن إن هذا شجلة كيس عس عس بنبولي يعني عربتي واجا شوفتي ده دولار كهو ينير دائما تلاقي غني وها جلة عس عس جلة عس إن تصاه شو لما كانت جلة ده صاحة بصو وها كاغ في عن بنبولي وكاغ خير بدن إن الدين تقطع كو سلاما هل نينو كو سلاما كاغا خير بدر سداسيه وجد النبي عليه الصلاه والسلام حقوق الماميا ان الله حديث امام الترمذي ورنيو حسن كو قلت الماميا ما صحيح الشيخ الالباني ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير nabugu xulay alle iyo malaa'iktiis kuwa samada jira iyo waxa dhulka jooga hatta bu nabugu leeyahay quraan jagood ku jirta ama kalluun bad ku jira kolay tahayna ilaahay bay wuxuba u baryayaan ilaahayna naxaristu siisina ya inta kalana waa baryaysa qofka dadka khayr ka bara qofka dadka wanaag bara ayay khayr wada bariyaan iyo wanaag iyo naxariis iyo waka ka warra ilaahay xalqigi soo dhabay haday ku duceeyaan ilaahay xalqigi soo dhabay haday ku duceeyaan maxaa ducada ku helaysaa in dadka wanaag baraysid nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wasalaam gal bawiimi ay carabi u soo dirtay wa gal loo soo diray إنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام دين تكساره ذو كفرسه عتبة بن الربيعة أبو الوليد وحالله صدري إنه النبي محمد دين تكساره دبتنا النبي قاين تويمي بروبوس الاسبوليمي يعني يو داد وحن دونسه وحسان كسيرنا داد كان دونسه كحسان كاردقنا داد كان دونسه لكن دا إلهي داد يدري وحالات وركانت كشيكي سنف ka wuxuu wada in compromise diinta laga galo laga heshiiyo oo isaga iyo nimankii quraysheed negotiation ay wada galaan oo nabigana la siiyo wixii uu baahan karo dad boqor doonaysa boqor baa laga dhigaya haddaad xoolo ku doonaysa waxa kaana anaga ninka ugu xoolo badan ka dhigayna haddaad gabdho doonaysa inanta ugu fiican baa lagu guurinay yacni wixii maadiya aad rabto ee nolosha ku saabsan you will get it laakiin waxaan u baahanahay uun deyn inuu masaa'ilkan ka wada hadallo aad ilaahiyada iyo baabkan cayda ka deyso nebigu waxa iyadoo loo akhrinayay u dhegaysanayay kuma odhanin warbal waxaa gaalkii wuxuu ku hadlayaday gaalnimadaas aad ila tima kuma odhanin ee u dhegaystay markuu dhegaystay uu ninkani warkiisii gaalnimada ha dhammaystay nebigu uma jawaabin markiiba wuxuu ku yidhi afaraqta yaa abalweli warkii ma dhammaysatay weli mise waxbaa kugu hadhay buu leeyay yacni isagu weli rabaa inu chaansiyo afaraqta yaabal wele maga warkii makaa soo wareegay buu leeyahay hadalkii maka baxday ma dhamaysato markaasuu yidhi haa markaasuu nebigu aayad qur-aanka ku akhriyay suurat suwarka makiga qaybteeda hore ka mid ah ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku akhriyay suuraddii markii uu dhegaystay ayuu nin carbeed afkana garanaya buu hayay uu isbedelay dabeetana nimankii carbeed markuu noqday waxay dhaheen wallaahi rabiica ibnu cutba cutbata ibnu rabiica sidii uu inagaga tegay si aan ahayn buu lasoo noqday bay dhaheen ninku ninkii aynu diray warka aynu ku diray maaha maxaan qisadan uga dan leeyay qisada imaam alalbani u taxsiiniya isiirati waxaan leenahay waxa weeyaan qofkan inaynu dhegaysano bal horta waa ibtilaysan yihi dhib baa haysata laakiin mushkiladkiisa kan iyo waxaan madaxiisa ka guuxay iyo waxaan u ismoodsiiyey ama waxaan loo akhriyay inaynu ka dhegaysano waa mid labaada inaynu ogaanana xiwaarku
تقرأك إلهي وحنا وشجع أنبياء حتى إلهي وحويد السنس وحيد قال إبراهيم هو نبي إبراهيم لي ربي أرني كيف تحيي الموتى إلى واحد تصطاع ضد كان ينتبر سيدا صورنا ولينس أما النبي موسى وإلهي إلى واحد ربينا وقاركو إذن سؤال شو واحد دون تهاهات وحنو بحنا يدد كان إنين ولي وقرآنك إلهي وحي نغو رميا قالب بدانو حوار للسمي قار وحدي دنابا إلهي وحي قل وحد كتر هذا أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين إلهي وحي وحد كتر هذا ورب الوحن أبر يسان وعبادة أولا إيمان يسان إتوسية للكم وحيك أبورين ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات كون كان دانا سيدا نورسان مقيب إلي مشراك إلهي كلي إيتوني بكتاب من قبل هذا كتاب هروح عنك ورمى يوسيدا كدو ديسان شيقي يهدو شركينا أو أثارة من علم أما الرعد أقوميضا وحا شيقي يهدو شركينا يعني سلامكو علمك علمي مديدنا لكن إلحادكو علمي معها وشبهات اللي سوقيقي ساسي أوجد بقى إلهي وحط الماما يا وارك إن لقى ركوة وحكرة مثلا المهاجة مكة كودة ومكان حنونا ده نكود عن مركة كده جيسته وحب هي ناد ما جينا هدادة وأقان طالع دينا يندو جوابته هدانا ده قان طالع هينا إن هدو بعض دونته طبيب كله دوية الماجا حنون عادي مركو دعاء تهدد قالوا نختار هنا الدوين كرنين نختار بود الرد سو سماها يا نختار كيف في عم بعت هذا أيو تخصص ودنادي على أيو ود ورئيس تكتاه هذا يقول ربا المانات جردا كدويشو فكذلك تنوى جرك لهم وجرك لهم كل عادي هذا يقول محبوب روحه هنا ندور رادي سو الطبيب كلو الدوية طبيب القلوب دتك شبهات كقلبك بن آدم كأقل الدوية إن دور رادسه سدح سحابي أي قريه النبي قتلين من هاسي ورايستين حا عمل الله ونبي وقبان شري بكاسا الله شهدي وابي لا يراتين تي نبي محمد حد أنا أسكى لأيو فكرين وحيد عدين ور نبي محمد سقى إلهي با دنبي سهرية كيسي دنبا ونعفين سو داول با دنبي ملاحين إنه دواء دنبابنا يا مرها دين دنبابنا والله شكلاتك بالعيارة يا ما هدين قدام بابنا دينتي النبي محمد وين وكبضنا سو ما قدام بابي انت انا وسمي هذا بينا قدام باي نور دهره ان وين وكبضنا ما حي انت وسمي جري وما حين الصمين مد بعد بيته وحيله سي الى هند بي سوري يكي سي دبا بو دافينا وحبا غران ما ينه انا وهبين بس حن ما يوان تاغن انا مولد صلاه ما كجري كي كلا وحيله أنا النبي وانس كلاف وانس عمران صارون بانوادي مدي صلاةهم بانوادي بولي مدينا وحولي محي صارون بانوادي مدينا وحولي وردو مركني عرورتني ووحم وحدين تبدت كم مشغولية قرنا قد بان قوان دافي بولي زاهد بانس كنا قن هؤلاء انتو كنا يرادو عباده ونبان بحوية تبتنا النبي قال الله شجع عليه الصلاة والسلام نبي قلنا ما كيبوا يار وقولي أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا وارما يدك أنا ما كيبوا حاشا ما يدك السيدة يا السيدة يلي ها بيلان وقولي مركا أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له إلهي من كل أرتبوا لي أنا إلهي إذن كو الله كعبس بدن إذن كنا تقوى بدن الخشية يا والتقوى أنا إذن كو الله كعبسي بدن أو إذن كو نور سنام بدن نار وحلقة غير نور صدو أنا إذن كو بدن بني بقولي رواية دا إمام أحمد نوحي تلماميسا والله إني لأعلمكم بالله أنا الله إذن كو علمي بدن وأتقاكم له قلبا إذن لبدا الرواية دوت بالتقوى ويشيغي يعني بدنا علم يشيكته بدنا خشية يشيكته لكن خشية دي علم قنوة ودى الصعدان وإلهي بقرآن كويري إنما يخشى الله من عباده العلماء
الله وحن بابا عبسدا نبتا كعبسدا كوا محي إلهي أقوان طوله دينين إلهي قرر يبا إلهي كبغا نما أن ربي يويني دي سي عذاب كي سي نارتي سبا قررنا إنا مسيو قيني تما عبسدا لكنك ربي أك يا ووديس وعبسد سهدر أدد بوحن نبي كل يورانا إلهي دينكو أقوان بضن إدينكو خشية بضن idinku cabsi badan idinku dhowrsanaan badan haddana buu nebigu yidhi anigu waan soomaa waanan afur ah waan seexdaa waanan tukadaa dumarkana waan guursadaa war ninkii jidkayga ka weecdow aniga igama mitihid buu nebigu leeyy faman ragiba can sunnatii falaysa min aniga waddada idinma haysid weeya xadiidkan maxaan u keenay waxaan u keenay istiqaamadu inaanay macnaheedu ahayn wax cusub inaynu iska bilbilowno inu isdhahnay cibaadada badi cibaadada badi laakiin dariiqii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku badi waxaynu naqaana markii qur-aanku soo degay suuradda tabbat la yidhaaha tabbat yada abi lahabin watab markay soo degtay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga waramaya abi lahab iyo xaaskiisiiba ayay gabadhii markay maqashay ummu jamiil la odhan jiray ayaa waxay soo qaadatay dhagax iyadoo dhaaranayso leh kaa waxaan ahayn inaanan maxamed la dhicin calayhi salaatu wasalaam oo walba tixyaroo isku duwatayna akhriyaysa mudamman abaynaa wa diinahu qalayna wa amrahu casayna wadhacankaasina akhrinaysa way soo raabcaysatay iyadoo dhagax sidata dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam oo abubakar la fadhiya bay ku soo baxday abibakar baa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiya waxaan ka cabsanayaa islaantii mushkiladda ahayd waa soo socotaa iyadoo dhagxa sidatee inay ku aragto waa islaan dagaal u socotaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam innahaa lan taraani ee arki maysa iska dah qur-aan buu akhriyay وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ويؤتمي نبي ما يراك مرك أبي بكر بي هذا الكب الأوضي نبي قلنا ولين عفرنيا أبي بكر با وحي لا يضحي مي صاحبك وحي سوق قاري إنو يعايي إنو يعايي بي سوق قاري أبي بكر وحي الله ورب هذا البيت ما هجاك رب البيت كه allaan ku dhaartaye kumuu caayin buu yidhi waa idee nebigu ma caytabin waxna kuma odhanina qur-aan soo degay unbuu akhriyay qur-aana ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waa kalaamkii ilaah ee maaha kalaamkii nebi maxamed dabeetana waxay tidhi wallee qurayshi way og tahay inaan ahay inantii sayidka magaalada tan ee haddaan arko dhagaxa waxaan ahayn inaanan la dhaceen bay leedahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam حديث الباني حسن كوكت المامي وحليه لا لم يزل ملك يسترني عنها بجناحه كما زول ابو النبي قولي عليه الصلاة والسلام إن ملك وقرب كيسا يقا قريه وهي أركي ويده أبي بكر ما يارك طيب لكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما يارك دلالك اللي اسكت دي معروف يا تاريخ تكون بتغاني وحاكم ده مؤامرة دي دار الندوة إلهي قرآنك كسيو دجين وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فهل نقانين قريش التشطي ووحا لغو التشطي ويهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام اللد له ولو قيبيي رك قبائل قريشتك كلام ده شلي بدا قريشتك لقديسا كترسا سي حتى ديقي سوو dad badan u raaco oo reer bani haashim cid ay la dagaalamaan loo garan kari waayo axaadiisa culammada qaarkood xasan ku tilmaamaya waxay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iyagoo meesha hor fadhiya inuu soo baxay isagoo qur-aan akhrinaya weliba uu ciid soo qaatay oo uu madaxa kaga wada shubay qiyaas qof la rabay in la dilo oo ciddii rabtay inay disho oo seefahoodii sita ay meesha fadhiyaan oo inta lagu soo baxo kuwii seefaha sitay laftooda ciid lagu shubaya haddana nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu soo maray ayuu ciid dusha kaga shubay xadiidkaasi sheekh alalbani xasan buu ku tilmaamaya kadib goor dambay baraarugeena warmeeyo dee waxaa la yidhi waa kii baxay waxaa loo sheegay inuu tegay
راد على بلابد نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أبي بكر وحين نقرنا إنا يبحين أو أي قد قلين قريش راد عدد إنا سيدي لوسو وذي إن قد قل دوليمي أبي بكرين ومركاسي يري متكود هدو قمدي سيقوى لنا أركيا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحوط المامي ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما حادو مالين سابي بكر أو لابا إلهي يصدح بي حديثك الصحيح سوت المامة يا مساء يد القرآن بإلهي إلهي سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلهي وحط المام يا إنه يسبوه لي وأنا يا رب إسلق الصدى تنقيبت هذا الصدحات قريش عيدا كيدي طبعا كان لنك كوبنا يا إماشا لكتاني تعيد كشبك صباحي خاد عددي صدتك تي إرات كيسا صرع دي قدكو كجريتمي إلهي باكا قريه ويركي كريويني كدبنا إعلام بيسمايا ورانيا عدي النبي محمد مدحي سكيته حينا وميتا قريا نلول بعيدك وكانتا بغل هلادو قال عص عصينو لي حديثك الصحيح عين وضا نقانو وركاسي مركي وسوق عادي نين لورين جري سراغة ابن مالك واكي فرسكي سينتو هان سيستي ورانكي سنقر صدي إيسوا قلادة كاركردو مانا يو إسليان جيلا عيدو كوني يالان أيو بحي يعني ورقة مركي اللي شاكي قوبتو فردي أيان نين يدي لاوقفو هالكاسي سعدان أركا سيان نساق اللول الراد عيسبو حولي وارمو هبل يهبل إسكدا يماها قلادة موجي ساني كدبنا جارية دي سيبو هستكا بعمرو حولي بحو فرس كيغا إيسي سار كوراها يوحبو دبدا إيسي كي فرس كيوا لو قريو ميل ودا لو سي جاي حلي ورق هاي من تان سوق اتان سيدي ورن كار ما عاد عيد كو دحدايو بلبلفتي سا ددكو اركان ورن هي تو قبطو عيد مدح او قريو جيدي سي انو حتى ورن اخيرا فرس كي سوق دبا فولاي دبا تنا النبي عليه الصلاه والسلام ميل دحي مركو سي مريو ايو ابي بكر يدي الله رسولك سي ولينا سوقاد نبو عليه الصلاة والسلام وحوت المامين عن لسو قارين سقيو صاحب كتور دهتنا نبي قوه هبا فرس كون بابا دول كلا قوة غار كان هرون بابا دول كلا قاة اما وو كفار روايات كغار قود سيشي غار قود ما انت نابا آسمي سيت المامي فرس كيو فوشنا وما دول كلا قوة يو قدعا دهتنا دبوه هن سيا مهر بغل قيلة باو موضة مر لباد بادنا سيدي النوضة ولي قال عساس بدانتي سيبا ومغدا مشكلة دان هاي ستا وما مغطو واكد وفولة هدنا مرسد حاد بو هدنا قال مركو عركينا وحب السمين كريم بوحيلي إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي وأن قرتي بويلي إنا يهبارتين إفدعوا لي هذا بي يدعي واسكي كين دقيا مركو هرهوا هباركي نبا يقول دعوا كان نولكو فرس كلكو أيه ادعي يا ابو يلي وفى الله لكما ان ارد عنكما الطلب فدعا الله فنجا محمد الله قاد يا ابو لي راد عاد يقدم بس انا ان عليان عيد كذب ايمن النبي عليه الصلاه والسلام ودعي ولابط اسقو وحي راد عسى سعطي ودله قد كفيتكم ما ها هنا حق وحيد كحقا أنا إذا كقف الله عيدي إذا كمجرت يعني حقا وحي حقا أنا كف الله دي قولي فلا يلقى أحدا إلا رده حديث السحين قويا لو حشيقيا قف لمو كل من إلا يدبو علي وأن وفي يبالك يو نبي عليه الصلاة والسلام لك ولذلك ما نبي عليه الصلاة والسلام قبيل باوي من قبائل في عربيت كمدا وحينا ذا وحن ربنا إنا نسلامنا مركا واحد مقدر طاه ضد وحنا بره الحديث صحيح صدبات الرق قرادة اللي ورنج ليه ونبي وقدره قرادة وأن من علمي قوبه قوي
ونبي قال عليه الصلاه والسلام اي علمي اكبرن جيرين هبين اولدن وعباده سن جيرين قران كاسي برن جيرين مالنتينا بيها مساجد قدت كويس استعبنا ويسو دامن جيرين انت دبد ابو بحانو حابه يا وحصو قرطان اي اهل الصفه ضد مساكين تي مساجد قدن سي جيرين نمن اخر دوده وحوك سنه يبي هاي دبيتنا تضبات نمن كا كميدو بو كدرو ويلو ارضا وقبيل كاسوه السلام يا الدين تصابر قبيل كمال ده حيو قلان تضباطك يبقى ويدلي لابن باب حصل من كم ده أنس بن مالك أبتقي بها كتيرة حرام بن ملحان أيها كتيرة وراقه نبي قولي بها ويدلي إنك قولي ماذا حدا وراقه دي سنقوا أولي ديبي ايا مؤامرتي لو سميهي حق الضباب متكسو مري ورنبا لقلي ورنبا انت حق اللي يقلي حق اللي يصوتو قولنا واقع وحلي فزت ورب الكعبة وانقول استي إله كعبة لا قد اغتي وانقول استي قولي يعني نكن ان الله هدف بكلها هدف بكلها انه وحنو عبه أما قوسته أما أنت ما هاي أنت حيوان أبو بواصمية هدفه نولا شكلها وآهن وآخرة بدباده وقوليسته إيا دول للدلي وأدون ككل وليبا لقود دلي بغر إنسانكو قد يسيب بدأ إلى اللود دلوحو أركاين رقر نمطي لكن أنت لخيامة يعين كولا غسية إنسانكو وي وي حاجته ما تشعره iyadoo inta la khiyaameeyay aan goob ragannimo loogu imanine midii hoosta laga galiyay oo waran lagu dilay ayuu haddana wuxuu leeyahay fuztu wa rabbil kaaba wa guulaystay rabbiga kaabada laban ku dhaartay yani mawaazinta wax ku qiyaasi halbeega uu sito ee uu nolosha guusheediye guldareedada ku qiyaasi wuxuu ka gadisan yahay kaynu inagu sidana نلاش وحو أركيه مركو جنه لي كروينو قولستي نلاش نبطة هي مركز يقعد إلهي القرآن كوحو لي وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان لو كانوا يعلمون نلاش أنا الدنيا ومدى الدالي عيار با إلهي سبحانه وتعالى لهو ومدى داله يا عيار إنه لولي آخر يجرته بأي لهي لي سبحانه وتعالى نلش وحل إلى آخر يجرته إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون بأي لهي لي نبي يوسف هو القرح بغنها لكن سين نقانو لا طوري ولا الذي قد كردين دمتنا ولا صعطيها شيء يبستي بغر كالغي يبيه قرغيسي امرأة العزيز لوغي نبي يوسف مركا قوري بكونو ليهي ننكا ماشا معملا قوري سيها قبردو قبيل وعلماء التفسير اينا هدان قبرد قروح بضان بيهي سوليخاء اي شيئان وقعا واي قروح قوت المامان ايا نبي يوسف هم قوري سي نبي يوسف ناو كرناو بصدق هم قوري قرم ماها بحيسكو الضيضي أنا طلبته ولي بوحي تجابسي مال وكوقن إكرين وكبت بادي إلي جيسو وغلقت الأبواب با إلهي الباب دور نم واحد حدا وراودته التي هو في بيتها راودته وطن دون طيب لي المراودة سكة واحد حدتي سكة ستايو هيلي لهيت وحكى له الله الشيري وغلقت الأبواب الباب دانا واحد داي لما أوران غلقت واحد حدي انت أتكين كريسي ومالو أمني دريمي كريو أيها غاش ستي كدبا وحكى كنت لهيت لك شو أدان ديا فوهي بيلا انت بدن وي ادغتي قبرت حتى هدي حماد دون يسيروا يدك صوب ما رش عادي قال لي يا قانون
gabadha xishoodun baa ku jira inta badan ragga guri badan oo waxa kan ka yimaa laakiin tani waxay tilmaamaysaa qisada iyo cagsiga qofka hadlaya ee wax raadcaynaya ee wax doonaya oo gabadha lafteeda markaasuu diidi gabadhu ruux iyo mansab iyo jamaal iyo guri fiican iyo meel hagaagsan leh weliba waa iyada sayid u ah waa adoonkeedii dhanka kale markaad eegtana waa qariib inta badan qariib kuma xishooro meel aan lagaa garanayn markaad tagto waxaad soconaysaa dee malaha waad fasaxanta laakiin aabba iyo adeera iyo reeruu meelahay joogaan waad sira dhudhubayaan ceeboobi baad sileedahay cidlada laakiin lama ceeboobo saxiinka maaha ama meelaha cidlo kaa garanay markaad joogto lama ceeboobo nabiyullaahi muusa nabiyullaahi yuusuf tolkii lama joogo abi iyo reerahoodii waa laga keenay meelaha cidina ka garanayna uu addoon yar ka yahay buu joogaa meeluu addoon ka yahay waxaan cidin garanayna buu jooga waa dhallinyaro qof markuu dhallinyarada yahay iyo xooggii soo dhabi jooga waa ma guursan reer ma leh oo ninku hadduu reer leeyahay waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo wuu dhowrsanaanaya reer buu haystaa reer ma leh idan waxay yidhaahdaan meesha tan waxaa yaallaa dawaacu zina kullaha wixii qof ugu yeedhi lahaa inuu zina ku dhaco dhammaanteed waa nin waa dhallinyar waa addoonoo magac ilaashan maayo markaa nolosha caadigaa loo eego gabadhu iyo waa qurux badantay mansab bay leeday iyaduu sayid u ah guri cidlaa bay joogtaa iyadaa u yeedhaysa xawaalay ibnulqayim ilaa 15 masaluu tiraya ayau leeya waa dawaacu zina baa qisadatan ku jira laakiin muxuu ku jawaabay qaala macaad allahi inahu rabbi axsana matwaay innahu laa yuflixu aldaalimuun wuxuu ku jawaabay qaala macaad allah ilaahay baan ka magan galay buu leeyay waxaad sheegayso ilaahay qofka mu'minka ah yatacawad qofka mu'minka ah waxaa caado u ah inaanu xooggiisa qura ku kalsoonaanine rabbigii inuu maqansado wax kasta wax kasta inuu rabbigii magansado iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin ilaa wadaamka hakaalma dalbayna acuudu billaahi min ashayaan arajiim atacawud xumoo dhan wuxuu leeyay macaada allah ilaahay buu magangelayay waxaanu tilmaamaya innahu rabbii axsana matwaaya innahu rabbii damiirka inaad alle u celiso oo ah ilaahay waa inimceeyo god buu iga soo saarayo waa dhibtii rabbiga iga soo saaray ee nicmadana siiyey macaasidiisa ugu abaalgudi maayo yani sideedaba hadduu qof wax kusiiyo 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 qofka waad jeclaanaysa waa dhaqanka aadanaha siqaabka ilaahay waabo hadduu qof wax kusiiyo waad jeclaanaysa qofku markaa hadduu gallad iyo lib kugu leeyahay haddii aanad waxba tari karin calala qalaqtaada lagu xuman maayo ka warran qof hadduu wax kusiiyo wax kusiiyo oo wixii uu ku siiyey aad u adeegsata saad isaga u dhibi lahayd kaa dadku waxay yidhahdaan waa maxay waa la'iin oo qof xun qof aad wax siinayso oo haddana wixii aad siinaysay ku talagalay inuu adiga kugu dhibo dhaqan xumada aynu inta badan ku dhaqanna ee ilaahay kula dhaqanna waa nooca ilaahay baa ina nimceeyey caafimaad ina siiyey waxa karina siiyey awoodan leh wax walba leh wixii uu inagu nimceeyey bu wuxuu yidhi bas waad mahadsantay uu inagu dhaha cibaadadu waa ilaahay aynu leenahay waad mahadsantay ilaahay aynu u mahadnaqayno halkaad ka mahadnaqi lahayd ayaad wixii uu nimco ku siiyey isaga macsidiisa ku adeegsatay saad isaga u caasii lahayd ayaad ku adeegsatay oo waxaad u foolma nabiyullaahi yuusuf markaa wuxuu leeyahay macaad allahi innahu rabbii axsana matwaaya innahu laa yuflixu aldaalimuun ilaahay baan magan galay rabbigay meesha waa i wanaajiyay daalimkuna ma libaan mufasiriintu tafsiir labaad bay saaraan waxay leeyihiin waxa uu isna xurmaynayaa ilaalinayaa ninkan abaalka ku leh waayo ninkani markuu soo iibsaday wuxuu ku yidhi wiilka ilaali buu ku yidhi saa suuradda ilaahay kaga warramaya akrimi matwaahu
meesha dajinaysay iyo waxa san karaamee buu yiri markaa odayga guriga keenay oo kala dardaarmay reer iyo gabadha ninka kan si fiican loola dhaqmo idan wuxuu leeyahay nabi yuusuf abaallaawe meyhi ninkii sidaa ii galay inaan haweenkiisa u weydaarto exaaskiisa u weydaartaa innahu rabbii buu leeyahy innahu rabbii waa kii barbaariyey oo axsana mathwaaya akrimii mathwaah waa tii uu yidhiye waa axsana mathwaaya buu leeyahy degaankaygana fiicnaysiiyey marnaba dulmii maaya buu leeyahy innahu laa yuflixu aldaalimuun idan nabiyullaahi yuusuf waxaa ilaahay tusaale qur-aanka ugu dhigay ee tusaalayaasha waaweyn ee nebi yuusuf laynooga soo siiyey ee ka mid tahay cifada weliba cifatu lisaan iyo cifatu farji labadaba nebi yuusuf waa laga soo naqlinaya walaaladiisii wixii la ogaa ku sameeyey ee yidhi tuub buu ahaa iyo in yasriq faqad sariqa ahu lahu min qabl ilaahay wuxuu yihi faasaraha yuusufa fii nafsihi walam yubdiha lah xataa inuu ku yidhaahdo war idinkaa tuuga wuu ka cashooda cifatu lisaan rabkiisuu dhowray halkana farjigiisuu dhowray markay aragtay inaanu ogolayn ayay waxay isku dayday inay kufsato inay xoogto arrinku haytan la ka soo dhaaf marka markaan xoog xoog buu maraya waxay isku dayday inay xoog ku qabato xal kale markaa muu hayo wuu carara agtu miciin biday inuu ordo oo baxsaduu isku dayo isagoo ordayay inay eryayso oo marada dhabarka ay dilaacisay ayay odaygii guriga lahaa ku kulmeen albaabka markay albaabka ku kulmeenna arrintiiba way rogto waxay tidhi maa jazaa'u man araada biahlik suu'an ilaa an yusjana oo cadaabun aliim waa maxay abaal marka bay tidhi ninka reerkaaga xumaha la doono in la xidho iyadoo boqorka waddanku ama madaxweynaha waddanku haweenaydiisa lagu yidhaahdo ama waad la cayaaraysaa ama waa lagu xidhayaa hadduu boqorku xidhana saaad uga soo baxaysa cidi garan mayso haddaad boqor xabsi kugu rido si aad uga soo bixi doonto iyana wax la garanaya maaha halkaa markay joogto nebi yuusuf rabbi buu ku noqday ilaahay buu baryaya wuxuu ilaahay weydiisanaya rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh iyadu fadalika aladii lumtunanii fiihi walaqad raawatuha can nafsihi fastacsam bay tii walain lam yafcal maa aamuru la yusjanan haddii waxaan raba uu samayn waaye bay leedahay waa la xidhi kuwa la dulleeyina wuu ka mid noqon haddii lagu yidhaahdo xabsi iyo kala dooro hadda ma aha dumarka dhulkooda maraya iska dah halkan waxay joogtaa xabsi iyo qoyska boqortooyada inaad la tumato aad kala dooranaysa nebi yuusuf markaana xabsiguu doortay inaan rabbi caasiyo ayaa wax walba ka xun buu leeyay saa daraaddeed wuxuu leeyay rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahu xabsiga ayaa agtayda lagaga kalgacal badanya waxay igu yeedhayaan inaan xabsi galo ayaa ka roon buu leeyahy ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa marka weliba wuxuu ihi wailaa tasrif cannii kaydahun hasbu ilayhinna waakun min aljaahiliin ilaahu haddaanad makrigood iyo khiyaamadood iyo dhagartooda haddaanad adugu i dhaafinin waa i lagdayaan buu leeyay akhri hadday dhacdo taasina waxbagaratadaan ku biiraya yaa jaahila qof kastoo ilaahay caasiyaa jaahila jahligu macluumaadka maaha cilmigu cilmigu macluumaad madaxaaga ku jira maaha cilmigu waa dhowrsan waa intaad ku dhaqantaa cilmiga intaad rabbi kula weyn yahay eead maxaarimtiisa ka gaabsanayso ee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nimco ku siiyey aanad uga abaalgudayn inaad macsidiisa ku samayso saa daraaddeed buu nebi yuusuf wuxuu leeyay ilaahu xabsi ayaa dhaama waxay igu yeedhayaan haddii aanad adigu i dhowrinna waa jabaya ilaahay wuxuu leeyay fastajaaba lahu rabbu fasarafa canhu kaydahun ilaahay ducadii buu ka aqbala ducadii markii laga aqbalay maxaa loo sameeyey xabsigaa la geeyey idan ducada laga aqbalay waa maxay
xumaha iyo xabsiga xumaha marka kan xabsigani waa xal oo xumahaas ilaahay soo dhaafiyey dabeetana xabsaa la keenay xabsiga ilaahay sii dhaafiyey oo maxaa laga dhigay madax ilaa uu ka noqday wasiirka waddanka ka taliyay ilaa uu markii dambe gaadhay waa dhowrsoonidu dhowrsanaada dariiqaa keentay u furtay nin baa ilaahay qur-aanka inooga warramay aan isagu rasuul iyo nebi toona lagu sheegay fii suurati yaasiin qisaska qur-aanka qisas aada u cajiiba ka mid a qisada suuratu yaasiin ku jirta ilaahay wuxuu kaga warramayaa magaalo saddex rasuul loo diray oo diiday rasuul loo diray diideen oo mid kale lagu kordhiyay oo diideen oo mid saddexaad lagu daray facazasnaahum bithaalithin dabeetana way isa soo taageen innaa tatayarnaa bikum baabay ka mareen waa diideen diintii nin magaalada ay joogay laakiin dacalka kale joogay halkeenaa ka joogtaan magaalada kalu ka tirjoog wuxuu maqlay magaaladii in rasuuli timi iyo dadkii diideen dabeetana ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa halkaasuu ka cararay wajaa rajul yascada horeysay mise min aqsa lmadiina baa horeysay iya wajaa min aqsa lmadiinati rajulun yascaa ilaahay marka hore wuxuu tilmaamay meeshuu ka yimi meesha laysku haya inaanay ahayn marka koowaad aqsa lmadiina baa la yidhi magaalada dacalkeeda halka u durugsan buu ka yimi waxaa kaloo la tilmaamay qaabku u socday nin iska xaragoonayo ah yar socda inaanu ahayne nin ordaya inuu ahaa tolkii buu rabay inuu badbaadiyo magaalada dhinaceeda dambe nin ordaya ka soo cararay baa ilaahay yidhi wuxuu leeyahay ninkani wuxuu iska xil saaray eegada ismu odhan waan meesha saddex rasuul la beeniyey adiga macid baa wax ka dhegaysa isa iska tagda danahaaga iska raaco hadda waxaa laga yaba inaad tidhaahdo waan markaa wadaadku wacdiyey wadaadkiiba haddaanay raacinin maxaa adiga kulu goynaya kan laakiin saddex rasuul baa la diidan yahay laakiin weli wuxuu dareensay in xil saaran yahay inuu qof bini aadam oo wax qaban kara inuu yahay inuu wax taro dabeetana ilaahay wuxuu leeyay wuu soo cararay ninkaas meeshuu yimi isagoo le maxay ittabicuu lmursaliin ittabicuu man laa yasalukum ajran wahum muhtaduun war tolkaya buu leeyahay war rususha raaca war dadaan waxbaba idinka rabin oo haddana hanuunsan maxaa ku diidaysaan bini aadamku hadduu aad istidhaahdo ama jeebkaagu ku socdaa ama magac iyo maamuus iyo madaxnimo iyo waxbuu kaaga doonaya waxaa laga yaba inaad sira adkayso isbadax adkaysid laakiin qofku hadduu wax kuu sheego isagoo waxbaba kaa rabin adduunku weydiisan madaxnimo ku weydiisan waxba kale kaa rabin hadduu wax kuu sheego waa tilaada qofkaasi wuu kuu naseexeeyey ilaan dan kale uu kugu qabaa ma jirto ee waa tilaada uu kuu nasteexeeyey wuxuu ninkani leeyahay waa rususha raaca waayo adduunna idinkama rabaan magacna waxba idinkama doonayaan ittabicuu man laa yasalukum ajran wahum muhtaduun war waana hanuunsay inuu xaq baa idiin sheegayaan wax kaloo idinka rabaanna ma jiraan ee raaca buu ku leeyahay qoladaas may raacin isagu wuxuu sheegtay inuu mu'min yahay inuu ilaahay rumeeyey rusushana rumaysan yahay dabeetana way dileen say culimmadu sheegayaan way dileen markay dileen maxaa dhacay ilaahay baa qur-aanka wuxuu inoogu soo guuriyey ninkanoo aakhiro jooga wixii uu haddana ka fakerayey hadda maaha markuu adduunka joogay markuu adduunka joogay shaqadiisii waa laynoo sheegay markuu dhintay aakhiro qabtay siduu haddana u fakerayay baa ilaahay inoo sheegay aakhiro markuu tegay muu odhanin nimankii rusushana diiday adigana ku dilay ilaahuu midhaha ka reebin kama fakerayno ee weli waxtar buu la rabaa yaa layta qawmii yaclamuuna bima gafara lii rabbi wajacalanii min almukramiin buu leeyahy yaa layt alla jeclaan lahaa ee buu leeyahay tolkay inay ogaan lahaayeen sida ilaahay dembigayga u dhaafay ee uu ii karaamaya nicme ii siiyey jeclaan lahaa inay maanta ogaadaan si ay u raacaan yacni iyana rususha u soo raacaan
isagoo aakhira ku maqan ayuu wali wuxu tolki la rajaceliyo la raadinaya maxay ayuu wanaag la raadinaya ma oranin war waa nimankii dilay ee adduunkiiga keenay aakhira ay diray laakiin wuxuu leeyahay isagoo xagga joogu wali wuxuu la jecel yahay kuwa in sayrku gaado oo tolki inta ilaahi rumeeyaan waxa uu nimco ku jiriyo wuxuu dambi dhaafaystay karaamada la siiyay inay wax ka helaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaam saddex nin oo safar galay oo buuro ku helay oo god galay godka intii ay ku jireen buuraleyda roobku markuu helo ay biyuhu shubmaan dhagxanta waaweyni way daataan qaarna oo ciid yare haysuu qodaa dabeetana dhagxanta way soo dulundulcoodaan nimanku godkii ay roobka ka galeen ayuunba dhagax ku soo dulundulcoodayo afku ka daboolay buur cidlaah god ku yaal oo dhagax kugu dumay oo wax kuood safar ahayd oo cid ku tabaysa iyo cid ku helaysa toona aanay jirin laa mobayl baan jirin walaa wax kalaan jirin suu ninkani uga baxa xeelad kale markan dhammaata ayay saddexdiinna yidhaahdeen waryaaya nin walow babal wixii aad sleeday camal wanaagsan buu hayo ilaahay aad ugu dhowaanaysay alla ku bari saddexdii nin mid waliba camalkiisuu ilaahay ku bari midu wuxuu ku baryay rabbigii inuu waalidkii adeeci jiray oo xataa maalin maalmaha ka mid a xoolaha markuu soo xareeyo caruurtiisa iyo reerkiisa intaan wax siin ayuu waalidkii iyo da'a wax siin jiray maalintii dambe xoolihii fogaadeen hoordan buu yimi uu soo lisay markuu la dil yimi buu u yimi labadiisii waalidoo hurda dabeetana wuxuu is yidhi caruur iyo cid hore waxaa siinay waalidka u horraysi uu la dul fadhiista inta badan dadka waaweyne hurdadoodu dawa iska labaatan daqiiqo qofku markuu daa gaadho uu yaro seexdaa waa soo toosa waa yaro seexdaa waa soo toosa ninkan ilaahay baa ku itixaamay waaba soo toosi waayey sidoo uula dul fadhiyey caanihiiba waagu u baryey caanuu xalay lisay oo islahaa mar uuna indhaa kala qaadeen hana toosinni hurdadooda ha iska hurdaan laakiin markay indhaa kala qaadeen aad siisid buu lahaa dabeetana waaga ugu baryey siduu uula dul fadhiyey dabeetana ilaahay buu baryay wuxuu leeyahy yaa rab waad ogtay inaan dartaa sidaa u samaynayay oo aan waalidkay sidaa ugu samafalayay ila u dhagaxaa naga faygooy dhagaxii in buu hanqaday laakiin in laga bixi kara maaha mid kale ilaahay baryey wuxuu ku baryey inuu shaqaala u shaqeeyeen oo dabeetana xoolahoodii uu siiyey oomidii uu ka tegey xoolihii uumidi qaadan waayey oo ninkii iska tegey oo beri dambe uu soo noqday oo yidhi wariyo xoolahaygiisi wixii aan kuugu shaqeeyaysi dabeetana xoolo buur dhan daaqaya ayuu yidhi aniga halkaa daaqayo dhan adaalay kaxayso war igu cayaarina intii maalintayduna shaqaystay intaydunu sii buu leeyahy wuxuu yidhi intaadii intaad shaqaysatay xoolihii aan rogrogayay ku biirtay dabeetana intaasay kuu goysay wixii aad ka tagtay wakaasa ilaahu waad ogtay buu leeyahy ammaano daraaddeed ninkaa waxoogaaga yarii dhiibtay wixiisii intaan u badiyey oo u rogrogay inaan adiga daradda u siiyey waxaasoo adduuna ammaanu sheeganaya ilaahu naga faydo in kalaa ilaahay ka faydo weli lagama wada bixi karo saddexdu xadiisku kala horraysiinayaa siduu kala horreeyey ubayna sheegini kanka saddexaad wuxuu sheeganayaa gabadh inaadeertiiya oo uu jeclaaday inay jirtay dabeetana gabadha inuu isku dayay si kasta inuu ku helo way diiday gabadhii diiday oo abaari ku dhacday oo baahan baa u timi markaan abaar baa hayso waa baahatay dabeetana wuxuu yidhi sukay dhiib xoolana waan ku siinaya wuxuu u ballanqaaday inuu nuskiilo dahab u siiyey nuskiilo dahaba nuskiilo dahabi waa imise wa kuusa dhan oo lacaga waa xoolo aad u badan nuskiilo dahaba buu siiyey inay isu dhiibto gabadhii waa hanjabtay waa iska aqbashay laakiin haddana weli ilaahay bay xasuusantay baahina waxan way ku kalliftay iyadoo dahabkiina haysaba waxay ku tidhi waryaa war ilaahay ka boqo
oo meeshaasi waxaan xalaal ahayn ha ku goyni. Ittaqillaah bay ku tiri ereygaas madaxiisa galay. Ittaqillaah, war hooy ilaahay ka cabso, ayay ku tiri. Dabeetana maradiisu dib u xidhay, wuu iskaga tifi, dahabkiina wuu siiyey. Xumihiina waxaa ka kaxaysa in lagu yidhi maxay? Ittaqillaah, ilaahay ka cabso. إلهي بو بريي إلهي عملك سكو بريي إلهي وادغا دارات داينا زينة دا وغتبي إبتنا إلهي نغيك وكفي صحابة دي دين تهيسي بد بد كان نولوش من يتشبيني مثلا تقال الله دي قوة ويناية صحابة دو قشي وحكامي دا حرب القادسية عراق ميشان لأي لاداي كتالة عراق وحا انت دا بدن هيستي بيرشيا دولة دي إيران ما كترين شرتي دي عاصمة دو دي مدائن وبغداد دي نعيدها كما فوقها مدام اي كترين شرين مركي مسلمين تايو نما كاس إيران تايو مجوسين تا دقال دو نحمريين دقال لدي قوة وينا وحكم دا دقال كا قادسيا دور بغلو كونو قالا يسو دنيا كونو صحابة باي سورتاقن يا انتي لسعوتيا صحابة دا وحي هقامين اياه عشرة المبشرين كامدة سعد بن أبي وقاص بعيدا كوطا قل هذا كلنا وحي هقامين أن الرستم ليلة دو جانا ندو دي وويناي لقدم بيه كامدة مركا الرستم وحو الرباب اللي مكاني من تلسي دي وفكري يعني لو قادو وحو سعد ويديستي إنو أصو ديروه عد ودا هذا البلو نحمره نمبا اللو ديري وسوع علي متك لبالي صو دير واللو دير صدح نمبا كل بمدو تغي صدح السحابي يا كل بمدود تغي مثلا ميت كم يدون عطينا سوقاتنا ربعي بن عامر با كم يدا نين كان يوحو الربيينو هنش بيو صحابة دتان وغوط المام وحن سو ساري قاتش ايان نقال الدون هدي تاين نقال بحيو مركا سريرتي بقرطوية دا ميلا ديغي دبتنا ريد كاربتسك ايالا وراي نولادو بالاران مركا وحولي ادون كواد نباتكو قبطاي عديد كان ادون من كاب بحينا يا وحن كو ساري يا محي بلا عادو كان كوجيني يا بولي وحن كلو صعد أبوي الديمة هالظلم جودا هنا كهك حينه إسلام كعدالة دي سكوسار يعني موقف كريو حصورة يا نينك كان ولو ميشن نينك حول بدن وكا بربر كادو يك كف يعني وتاجني هاي إنه معتز بديني هاي دين تي سوى حلقة عن تاينانو وشرين إنه رميسيني تسوى حكان سنة سنة وقف كان الدين تي سيلا شدو نبي عليه الصلاة والسلام أي ويل دلني يرى يهودي وشقين جري شقالة النبي وكمدها ويل كده دلني يرى وشقين يلا يروح عن صدق نبي عليه الصلاة والسلام مصاب وض وقف بكاء الله بقر يوم وقف بكاء الله بقر يوم حياة وولي بيهودية عن مسلم مركنا هاي وحوجي من جرودي سقط شيفة نبي عليه الصلاة والسلام مركو يمي أيوما ضحك فارست دبت نوي الكيرابو حكويري وريا ورسلام نبي ويل كان الجريات بوقم وطو وقعب سقة بعه هدوه مكان نتصور نرجع مايو ورا أسلم بوكويري وروي سلام سلام نبي ويري ويل كده اللي يرضها أبي هي ده يهودي أو ماشة شوغا أيو كرو أجا أبي هنا وحقيري أطيع أبا القاسم أبا القاسم والنبي محمد كن يدي سي عليه الصلاة والسلام وحوكوش أجا يقبل بقيري وضيينا لما تنويل كواي سلام واي شهات سقوب بقوس كرادة أيو شهات كدي من ورطة نبو عليه الصلاة والسلام ما كصاب حيث قال الحمد لله الذي أنقذه من النار إلهي با مهد للنار كبد بادي يعني إلهي با مهدني يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام قف كابن آدم كاينو عذاب كبد بادي معني هذا محي قف كمؤمن كاه وان نفعي جيسو أدونك وقركم في الله آخرنا دتك وانفعيها ووحو التجابين إياه دتك إنو عذاب كبد بادي